فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. السلام عليكم. قال رحمه الله: وكان المسلمون على عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وبعده لا يعرفون وقت الحرب إلا السكينة وذكر الله سبحانه. قال قيس بن عباد وهو من كبار التابعين: كانوا يستحبون خفض الصوت عند الذكر وعند القتال وعند الجنائز. وكذلك سائر الآثار. نعم. الصحابة كان يغلب عليهم السكينة رضي الله عنهم، لا سيما في أوقات العبادات، فكانوا يستعملون السكينة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالذي يستعمل عند لقاء العدو هو السكينة، هو السكينة، لأن هذا يدل على الشجاعة. نعم. يدل على الشجاعة ورباطة الجأش. أما الذي يستعمل الضجيج والأصوات هذا يدل على الجبن، وإن كان يزعم أنه يرهب العدو بذلك فهذا فيه استخفاف وفيه جبن. أما الذي يستعمل السكينة هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا، فأنزل الله سكينته. هذا في أي موقف؟ هذا في موقف الخوف. فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا. وفي غار ثور فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. فعند المواقف الخوف يكون على المسلم الطمأنينة والسكينة، لأن هذا يدل على أمرين: أولا عدم الجبن وعدم الضعف، ثانيا هذا يدل على الشجاعة، على شجاعة الإنسان وأنه لم يكترث بهذا الموقف وهذا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى الراية يوم خيبر علي بن أبي طالب قال: انفذ على رسلك، على رسلك. فهذا دليل على أنه يطلب أن الإنسان يستعمل الرفق في سيره إلى العدو، ولا يستعمل الهيجان والأصوات. انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم. فهذا يدل على أن المطلوب من المسلمين عند المواقف الصعبة وملاقاة العدو هو السكينة والطمأنينة وعدم الخوف والقلق.